ميموار مستحيل واحد يكتب قبل ميموار يقدر يكون شخص ويكون مجتمع متماسك كي نشوف الفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم هو كان سفير أول الشعب الجزائري والثورة الجزائرية. الرياضة دارت بزاف ممكن نشوف كان الفريق الأول هو فريق جيش التحرير في تونس وكان الفريق الثاني كذلك تاع الفريق جيش التحرير اللي دار دور كبير راح جا مشى لمصر ليبيا أردن العراق دار دور كبير. هذا الفريق واللي جلب اليه حتى بالنسبه للرياضيين اللي كانوا يلعبوا في فرق فرنسيه على مستوى فرنسي مع بروفيسيونال محترفين قدروا جبهه التحرير تعطيهم امر يتخلوا على كل الامتيازات التي كانت بحوزتهم والاموال والعقود التي كانت تجمعهم بهذه الفرق ومنهم مثل رشيد مخلوفي او زيتوني. مصطفى فروخي كان هو ريلاسيون ديبلوماتيك دو اف ال ان ان ازي في اسيا. انا نهضر على بابا في اسيا بصح كاينين واحد اخرين اللي راحوا لتركيا كاين اللي راحوا ليوغوسلافي كاين باش يساهموا باش يوريو الجزائر شاد الاخر بهذاك العلام اللي كان يطلع شاك فوا كان يربحوا ان ماتش لين ناسيونال كان ثاني كي الاخر كان الشعب هذاك يعرف شنو الجزائر. احنا فيما يخص قبل ما تهدر على الرياضة تفكر في الفكرة باه تكسب الشاب الجزائري من صغره باه توجدوا للوطن والوطنية. حنا الأفراد الزعامة اللي باهم ربي يفكروا في الرياضة باسكو الشاب السيد اللي يحبها وهي الرياضة. اليوم صادفت هذه الندوة أنه تم حضور بعض الشخصيات الرياضية والتاريخية في الجزائر منهم عمي محمد معوش عضو فريق جبهة التحرير الوطني. الحمد لله في هذه الندوة قام الحضور ب إعطائنا بعض الشهادات تاع قدماء الرياضيين.